بالمدرسة بنصبح عليكم جميعا، اهلا وسهلا فيكم وين ما كنتوا عم بتابعونا. يعني كل تعليقاتكم على الفيسبوك الكل بيقول لي صباح البرد، بعرف يعني اليوم برد جدا. وهلا على فكره عم بقرا كنت ايضا فيضان سد الوالا من كميات الامطار، ما شاء الله هاي السنه اظن السدود لم تشهد كميات امطار مثل هيك. واليوم كمان بما انه لسه عم نحكي بالحاله الجويه وهي الشغل الشاغل للجميع، الكل لسه عم بيقول رح نبلش فصل الربيع ولا فعلا يعني احنا الأمطار إجت مبكرة بعض الشيء وما زالت مستمرة. عشان هيك زميلنا راعد الرقاد راح يكون معانا اليوم من دائرة الأرصاد الجوية، فأنا بدي أصبح عليك وأقول لك أنت بردان يا راعد ولا كيف؟ صباح الخير لك رندا، صباح الخير لكل المشاهدين. نرى الجو دافي صراحة. دافي كثير دافي مش شوي. راعد بنصبح عليك وخبرنا وين موجودين الآن. أكيد رندا صباح الخير لك من جديد، وأنا صباح الخير لكل مشاهدينا وين ما كنتم دائما بقافلة برنامج يوم جديد. بداية أسبوع عمل سعيد نتمناها لكم اليوم الأحد 17/3/2019. زي ما حكيت رندا اليوم احنا راح نكون معكم من دائرة الأرصاد الجوية نعطيكم بالحالة الجوية المتوقعة دائما بمحافظاتنا الحبيبة وأيضا مملكتنا الأردنية الهاشمية. دائما نكون معكم متواجدين بكل المناطق لنحكي عن هذا البلد الجميل. طبعا بهاي الصباحات الجميلة وهي إطلالات الراعي دائما بنحكي أنه الوطن هو قبلة على جبين الأرض ودائما نتغنى بهذا الوطن، وهذا الوطن هو غالي على جميع المواطنين. الآن راح أترككم ببعض المشاهد الجميلة بهذه الصباحات الرائعة جدا والأجواء والطقس الماطر والضبابي، وبعد قليل خليكم معنا بأولى فقراتنا بقافلة برنامج يوم جديد.